شوفوا سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. اه ماما. اه حبيبي. اول مره زورني في الاسم. ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي. انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا ومعاه بنته. بنت جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك كفايه انهم جايينك لحد عندك. يا ظلم ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش. اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني روح شوف عروستك. يالله صباح الخير. سلام وقولا من ربنا الرحيم. ايه انت شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. استنى معاك بسيوني. اقول لك على حاجه. ايه اللي حاجه يا بسيوني واللي بيسني يا بسيوني بس اتفضل. يا بسيوني يا حبيبي استنى بس اقول لك. لا لا تاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. البنت اتنرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى فيه سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا اركب العربيه بلا شيل التقدم. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاضي الستار يا بابا. يلا يا بنت يلا انكري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه. عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي. لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس. ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك. دي فيها ايه الكسر دي كلها؟ سفنج. انت حر بقى بس تعمل كل اللي يجرى لك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه كوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعده صواريخ. الله ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحه. اقوى شخصيه في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الارياف يا فندم. لما هو كفاءه وجامد كده مش كنا احنا اولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم انه بيخدم في منطقه مقطوعه عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت. جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس واد زي ده هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ أفضل أحبك طول العمر. أحبك. أوباش مسك ايديها. نكبس عليهم بقى ونعم يا فندم والنبي. اصبر يا زفت خليهم يسخنوا على بعض شويه. هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي ما تتعبناش. احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك. لا مؤاخذه يا باشا. اوباش كده سخنوا قوي. نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم ما عرفتك. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدة يا حيوان. ايوه يا ابيه ده الجهاز بيترعش من الفرح. حازم تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الارض. ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حيا او ميتا. علم يا سعاده الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم دول عاملين لي فيها تامر وشرين. يا ورايا يلا. بابا ماما اهلا اهلا. اتاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان العمو قدامنا دونا وشوك. برافو يا حبايبي. انا مالي يا بابا اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى ما تنتحر في 60 داهيه. ايه؟ عمليه تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. اه هيشفط ايه ولا ايه؟
احنا لحقنا ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده، ثانيه واحده يا بابا ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه حازم، حازم بسيوني بسيوني، الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بصحى. والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يلا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتي كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت صعبت عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي، على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بس. لا والنبي. اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا بأس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكي ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. قدامي تمام يا فندم، قبضنا على الضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب ورب من قدامي حسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف الباير ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها يا فندم؟ انت هتبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع. ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لسعادتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظره الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص خلاص، انا متفائل بيه والوزاره كلها متحمسه له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهره، التزموا السريه التامه. ها جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود، ورور. وريني بسيوني. علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس ما فيك ولا احكي لك، علي جرى وافتح دموعي من ديلك، علي جرى بس ما فيك ولا احكي لك، علي جرى.
مش صافيه وشكلها كده عركه كبيره من اهل العريس واهل العروسه وهنطلع النهارده من 30 محضر. يا عم اختفى انت بقى جموع 31. الف مبروك يا عريس، الف مبروك. طب امال فين العروسه؟ يا ريتني ما سالت. اهلا وسهلا يا باشا. اوعى انت كده. اوعى. اهلا يا باشا. اتفضل عند اهل العروسه. اتفضل عند اهل العريس. اتفضل عند اهل العروسه. عند اهل العريس ولا اهل العريسه ولا اهل العروس. انا هقعد في ارض محايد. ومالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا اخوانا البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دليلتوا العمر. ها رواقوا. لا مؤاخذه سعاده الباشا، الفرح بصراحه ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمه. ايه يا جدع انت الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم. تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعاده الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص وواطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر. سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما هي كلم الحاج هي تقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي يتحرق القيراط، هو في اغلى من الضلع. ايوه قول له يا باشا، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليق ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. اقول دفع 500 جنيه. صراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايوه اعراض. ده اعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جوه. دخلنا في الاعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة؟ اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب. مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا. مش كده، ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه؟ عادي. 18 محضر. انت يا بلدين. 19 محضر. ايه بلدينا دي؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي، السباعي المخبر الخصوص الحظ ضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا فضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنقل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط بسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. انت كلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن. قال لك يا نتر يعني الشتيمه. طيب ما تنساش. مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ نبدا الباشا. تمام يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الضابط. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وحبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجد الباشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي.
اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ هعمل لك ايه؟ كلها نص ساعة والبدلة هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم مية اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياة بتتحل بالهدوء وبالحكمة. حكمة ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجة كنت بحبها في الكلية مادة علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتلي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك تلبس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة قبل فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ رد عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ اعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز ضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه، وانا ما في اصحى ان افخد كلارينيت. ما تقلقش يا ابي، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر؟ اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل كده. يا بيه كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطت فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متمسك بيها، وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا اعمل ايه متورط فيك. الجامعه دي اسمها جامعه الصفوة الدوليه، في عيال في الجامعه دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيله اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمه يا استاذ بسيوني الدخول بسرعه وسط الشله بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بفرق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله، وبايظ ابو امه عايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة، حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم، والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئ. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي.
انت مرفوض من ثلاث جامعات حكوميه بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكوميه، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش طاقة يا فندم. اخلص ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لك مش ما تقولش اي حاجه، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجه ابدا، اتفضل يلا على المدرجه. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زون حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضره النهارده عن خصائص الموارد الاقتصاديه. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضره متاخر بعديا. اتفضل بره. اذنك يا دكتور. اتفضل بره. اولا الندره النسبيه، وهنتكلم عن الندره النسبيه. زي ما حضراتكم شايفين الندره النسبيه. ايه ده؟ انت داخل زريبة؟ لا خيالك، قم فز وانت بتكلمني. اسمك يالا؟ بسيون. نعم بسيون، عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبة؟ من ثلاثة يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي ثلاث مصايب يا فندم، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، وجامعة جنوب الوادي. ما شاء الله اترفدت من ثلاث جامعات، دي حاجة تشرف والله. واترفدت ليه من ثلاث جامعات؟ والله في جامعة القاهرة تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعة اسكندرية ضربت دكتور سألني اترفدت ليه من جامعة القاهرة. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعة جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مايا. دي إنجي برنساس الجامعة، يستحسن تبعد عنها أصلها متشفرة. نعم أيوة، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر، أصل أنا فتانة. أنيسة إنجي لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا ابدا يا دكتور، تحت امرك. احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في المحاضره. ما انا عارف، الموارد الاقتصاديه وعلاقتها بايه؟ علاقتها بلون الشعر. برافو برافو، المحاضره جايه تيجوا ومعاكوا الصبغه. انت واخداني على فين؟ هعزمك على حاجه في الكافيتيريا. دي بقى المكتبه طبعا ما بندخلهاش خالص. ومين دي؟ دي جميله البنت بتاعت النظافه. ازيك يا جميله؟ دي عامله فيها المترشه. ايه يا توحه الكلام على ايه؟ يا بطه مش قلنا كل الكلام ده في الريش وبنلخص في الاخر؟ ولا قشطه صبح تاتا اتنين في تلاته. ايه رايك في النظام بتاع امبارح؟ وحياه ابوك ما تفكرنيش، دي شقه زباله ونسوانها كلها عايزه الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني. سعادتك طلبت امبارح تروح شقه فيها نسوان بلدي. انت هتسامح لي؟ حته زبده. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا لازم. عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده. بسيوني؟ بسيوني حاجه كده بسيوني. يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينه على المشاريب. لا اعتبري نفسك كسبتي، هروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه؟ ولد صحيح. يا ربنا يا صباح اللي بتغني سندوتشين. ودينا حاجه ساقعه. لا 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 لا.
حبيبتي دايما البدايه عندي. بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه؟ مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب؟ لا انا. لا انا بوتاجاز معدي. ما تهدي، في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياة ابوك بلاش الصباع ده. هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي، تختلف دماغك من الصبح. يلا كده احلى. الله 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 الله. سخنة. الله. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل لي فيها برم، في برم يقع على الوقعه دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين، وبعدين شايفك متنرفز قوي. يا عم دي قصه. قصه؟ فضيع شلني. عادي يا شيخ. بسيوني. نعم. قول لي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك. هتيجي. مش هيك، انا حر. بس يوني مستنياك. شباب بيحبوا نمبر 1، عايشين كده لينا ستايلنا.